بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما هو إيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة لغة التصديق والقبول، أي نصدق ونقبل. وبعضهم قالوا بأنه هو التصديق فقط، وهذا في نقص. الصحيح هو التصديق والقبول، لأن إبليس صدق ولكن لم يقبل من الله عز وجل. فإذا الإيمان هو التصديق والقبول. أما اصطلاحا إيمان بوجود الله عز وجل وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا 5 أشياء عند أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. هو قول بلسان تقول أنا مؤمن، والاعتقاد بالجنان أن تؤمن بجل جلاله بأن الواحد الأحد بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. قول بلسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان، أي تعمل بما أمرك الله عز وجل من أركان الإيمان، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. زيادة الطاعة وزيادة المعصية هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. والإيمان يزيد وينقص ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل يجوز قول أنا مؤمن إن شاء الله بما يعرف عند أهل السنة والجماعة الاستثناء بالإيمان؟ هل تقول يصح تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ يصح ولا يصح. كيف ذلك؟ في أصل الإيمان لا يصح عند أهل السنة والجماعة. يعني أصل الإيمان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا يجوز تقول أنا، ولا يصح أنا مؤمن بالله إن شاء الله، هذا قد بل محرم بل هو كفر. كأنك عندك شك بأصل الإيمان. أما في الأعمال يجوز ذلك خوفا من التزكية، لأن الأعمال متعددة حتى لا يكون فيه تزكية. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الإيمان في أركان الإيمان لما جاءه جبريل عليه السلام، ولما أخبره قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان الإيمان يجب الإيمان به ولا يجوز الاستثناء بهذه الأركان، بل قد يؤديك إلى الكفر ويخرجك من الإسلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على الإيمان الحقيقي كما هو عند أهل السنة والجماعة.